يا سلام، ده صباح الشروق، شروق الزاهية في كل أرجاء وطننا الحبيب اللي بتمدنا دائما مع الصباح بكل التقارير المميزة اللي هي بتعكس واقعنا، ودائما نتكلم عن الإيقاعات السودانية والفنون السودانية والإرث السوداني الكبير ممكن يشكل لنا إنسان السودان، وده الاختلاف اللي بيميزنا نحن عن غيرنا. في عند الشمال الربابة، الباسنكوب شرق السودان، وكثير جدا من الإيقاعات السودانية بمختلف يعني مناطقنا. كمان في ضرب آخر هو بيعتبر إعلام شعبي بالنسبة لأهالي المنطقة، النجار عندها تفاصيل المختلفة من الحماسة، ومن كمان الإعلام لو كان في حفلات، لو كان في أيضا نفرة أو كذا. نشوف الإعلام الشعبي عند قبيلة الميسيرية والنجارة حاضرة صباحا. النجارة إحدى الرقصات الشعبية لبعض القبائل العربية التي تقطن أجزاء واسعة من جنوب كردفان. من أهم تلك القبائل وأكبرها قبائل المسيرية والحوازمة الرعويتين، ولكل من القبيلتين إيقاعه في الضرب على النجارة. وما يميز إيقاع النجارة عند قبيلة المسيرية سرعة إيقاعها، وتضرب النجارة عند هاتين القبيلتين لعدة أسباب غير الرقص، وتعتبر إحدى وسائل الإعلام الشعبي وأداة من أدوات التواصل الاجتماعي. الشاهد هنا أن رقصة الكرن النوبية الأصل والمنشأ يؤديها معظم سكان مدينة كيلك. هذا التمازج الإثني شكل بدوره مجتمعا متكاملا رغم تعدده العرقي والقبلي، متجاوزا الانتماء إلى القبيلة. تأتي الأغنية عند القبائل هنا متأثرة بالبيئة التي تعيش فيها الشاعرة أو المغنية، والتي تعرف محليا بالحكمة وحسب تفاعلها مع الأوضاع حتى السياسية، وتلقي بظلالها على المجتمع برمته. وتعد الحكامة وأشعارها وأغنياتها عند القبائل العربية والنوبية في جنوب كردفان مصدرا للآراء والأحكام، كما أنها إحدى وسائل الضبط الاجتماعي عندما ترسل عبر أغنياتها وأشعارها رسائل لا يمكن أن يتجاهلها المجتمع. إفراد مساحة للأطفال للدخول إلى ميدان اللعبة فرصة لتدريبهم وإكسابهم المهارة الكافية للحفاظ على التراث القبلي، وقد يساعدهم هذا على إنتاج جيل يجيد فن الرقص الشعبي لكل قبيلة. انفتاح ميادين الرقص للشباب مع اختلاف قبائلهم قفز فوق النظرات القبلية الضيقة من أجل مجتمع أكثر تلاقحا وتماسكا. الصور المتعددة لمظاهر الفنون الشعبية المستوحاة من وحي الطبيعة تستمد قوة بقائها من ارتباط الناس ببعضهم البعض مع اختلاف أعمارهم وأعراقهم.